سيارة عشان بكرة على الدراسة ما تعوم تغطونهم زاد ده مشكلة زاد. لازم في اثبات. بس مش كل سبب والله العيون هتهز اشتغل خلاص طبعا استكمالا للاتفاقيه الموقعه ما بين سوريا الديمقراطيه والامم المتحده والاداره الذاتيه ايضا تسعى مكاتب حمايه الطفل دائما الى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه وتهدف ايضا دائما مكاتب حمايه الطفل الى حمايه الطفل من النزاعات المسلحه وايضا حمايه الطفل من العماله المنتشرة في بكامل جغرافيا شمال وشرق سوريا. اليوم تم استبعاد 4 قاصرين من قوات الحماية الذاتية وذلك بعد تثبيت قانونيتهم بأنهم دون السن القانوني وبهذا تم استبعادهم بالتنسيق مع قوات الحماية الذاتية أي مكتب العلاقات ضمن قوات الحماية الذاتية وبهذا تم استبعادهم. طبعا تسعى مكاتب حماية الطفل ودائما وفقا لبنود الاتفاقية إلى حماية الطفل بكامل جغرافيا شمال وشرق سوريا وهذه الاتفاقية الآن تثبت وتترسخ على الأرض بشكل إيجابي تماما وأيضا هناك تعميم صادر من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذا التعميم لحد من عمالة الأطفال سنقرأ بنود هذا التعميم بناء على اجتماع مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا مع هيئتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الإعلام بتاريخ 31/1/2021 حول عمالة الأطفال وعلى اجتماع مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا مع هيئات المرأة والاقتصاد والزراعة والصحة بتاريخ 2/3/2021 حول أعمال أو عمالة الأطفال وعلى اجتماع مكاتب حماية الطفل الفرعية واستنادا إلى الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 وبناء على مقتضيات مصلحة الطفل الفضلة والمصلحة العامة مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة لشمال وشرق سوريا يعمم ما يلي تصنف عمالة الأطفال حسب نوع العمل إلى ما يلي عمالة خطيرة وخطيرة جدا تتضمن الأعمال التالية أعمال الحفر والبناء التي تحتاج مجهود عضلي شاق وتسعى بنود تتعلق بهذا التعب وأيضا هناك الأعمال التي يجب مراقبتها وضبطها وهي ما تتعلق بالأسرة والأقارب وعمالة الأطفال في المنطقة الزراعية وهناك طبعا أعمال للأطفال هناك أعمال إيجابية حددتها هذا التعميم العمل في البرمجيات وصيانة الحاسوب والهواتف النقالة العمل في المكتبات ومحلات الطباعة والخط والرسم العمل في الصيدليات العمل ضمن مكاتب الترجمة وحدد هذا التعميم أيضا سن العمل للأطفال وفقا للفئات التالية يمنع عمل الأطفال تحت سن 10 سنوات منعا باتا الأطفال بين سن 10 سنوات وخمسة عشر سنة يسمح لهم العمل وفقا للشروط التالية وهي عدة شروط موزعة ضمن هذا التعميم أيضا عمل الأطفال ما بين سن 15 و18 يسمح لهؤلاء الأطفال العمل أيضا بشروط أنجزتها هذا التعميم ايضا شروط عمل الاطفال وبالنسبه لمتطلبات صاحب العمل الذين يعمل لديهم القاصرين والاطفال طبعا هي موزعه بسته بنود مذكوره ضمن التعميم وايضا هناك التزامات حيث يلتزم كافه الهيئات ومكاتب المجلس التنفيذي والادارات الذاتيه والمدنيه في شمال وشرق سوريا بمضمون هذا التعميم وشكرا لكم.